السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة من برنامج حماة الوطن. هذه الحلقة الخاصة من برنامج حماة الوطن مع القوات الخاصة في الجيش الوطني، تابعوا. نستعرض مهاراتها ونستعرض تدريباتها وقوة أيضا ومهارة أبطال القوات الخاصة. نتابع في هذه الحلقة مع القوات الخاصة. Thank you.
أضرب مسلوح. تمام أخي، تمت العملية بنجاح وتم اقتحام المدارس حق الحوزة بالكامل مع التدار، كان تم تطييرها والآن خسائر. معك خسائر؟ ما فيش ولا أي خسارة. جرحى؟ جرحى ما فيش أي حال، معنا عشرة أربعة عشرة من حوالي. أنا أخي مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة، ونحن هنا بعد أن اكتملت هذه الفقرة بالذات اقتحام هذه التباب وتم اقتحامها بنجاح من قبل أبطال القوات الخاصة. معي هنا العميد محمد الحجوري، العميد الركن محمد الحجوري قائد لواء القوات الخاصة، يطلعنا أيضا عن العمليات التدريبية ونتائجها التي حصلت لنفذها الأبطال في هذه المهمة التدريبية. أولا كان التدريب على كيفية اقتحام موقع العدو وتطهيره والتمسك بالأرض، والحمد لله تعالى نفذوا الشباب المهمة بنجاح، بحيث كانت عملية الاقتحام هي ميمنة وميسرة وقلب، بالإضافة إلى مجموعة الإسناد والإخلاء. والآن البروفة هذه تطبق كلها من أجل كيفية اقتحام نقيل بن غيلان والمناطق المجاورة له، وأيضا المناطق المبنية مثل ما شاهدتوا كذلك كيف كان تطهير المناطق المبنية وتأمينها. كل هذا التدريبات وكل هذا التحضير هو من أجل معركة صنعاء بإذن الله تعالى. بإذن الله نرى أن هناك نوعية في التدريب، حيث ثلاثة أشخاص يعتمد عليهم لاقتحام جبل كامل. طبعا الآن تكتيك الحرب أو لعبة الحرب اختلفت في المناطق هذه، لأن العدو بدأ يغير خطة الحرب حقه، وهي لعبة الحرب الهندسية، بحيث العدو الآن يجب أن يعرف أن احنا عارفين خطة العدو هذه. بدأ يلعب لعبة الحرب الهندسية، وهي حقول ألغام ومتفجرات وعبارة عن قناصين لإعاقة القوى المتقدمة. مهمة أفراد القوات الخاصة هو كيفية اقتحام هذه المناطق واجتيازها بالتدريب النوعي، والتدريب النوعي هذا لا يمكن أن يجدوه إلا أبطال القوات الخاصة، وهي كيفية القتال في حقول الألغام والتخلص من المتفجرات والقضاء على العدو. والحمد لله تعالى الشباب الآن اكتسبوا خبرة كبيرة بالتدريب، وإن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى يكون لنا لقاء احنا وأنت والأستاذ محمد العرب في ميدان السبعين في صنعاء بإذن الله تعالى. ونقول لهم اليوم محمد العرب ينقل من على طوق صنعاء، غدا سينقل من معسكر الصباحة في صنعاء وميدان السبعين في صنعاء، وهو وأبطال القوات الخاصة بإذن الله تعالى. بإذن الله بإذن الله. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في طوق صنعاء، وهذه القوات خاصة، وهي القوات الخاصة بإذن الله ستستلم مقرها في الصباحة قريبا بإذن الله. معي هنا فارس الإعلام العربي الأستاذ محمد العرب الذي يرافقنا في هذه الزيارة، ليطلع أيضا على أعمال القوات الخاصة وأيضا في مديرية نهم والتقدم الذي يعني يحرزه أبطال الجيش الوطني. الأستاذ محمد زار المعسكر قبل أكثر من شهرين، وكان المعسكر ما زال في بدايته، واليوم نطلع على رأي الأستاذ محمد بعد ما رأاه اليوم من عملية تدريب وتأهيل قوية جدا في معسكر القوات الخاصة. أستاذ محمد، أول مرحبا بك في حماة الوطن، و يعني أعطنا يعني انطباعك خاصة السائد بعد أن زرت المعسكر قبل فترة، والآن ماذا ترى؟ طب صراحة عقيد يحيى، أنت أخويا ورفيق دربي في كل التغطيات اللي حدثت. أنا اليوم يعني أعيش حالة من الانبهار، يعني العميد محمد الحجوري أعطاني درس
مهم جدا في بناء المؤسسات في وقت قياسي، وقت مستحيل. هو يحارب، لا ليس فقط يبني، يحارب ويبني بنفس الوقت. خلال شهرين يطلع لنا هاي المجموعة العظيمة من المقاتلين اللي يجيدون كل أنواع استخدام كل أنواع الأسلحة، كل أنواع التمارين العسكرية، تأمين المدن، اقتحام الجبال، التعامل مع الألغام. بصراحة أنا منبهر، وأنا أقول يعني إن يعني مكسب العميد محمد الحجوري مكسب لها للجيش الوطني، وهؤلاء الأبطال لن أدخل ميدان السبعين برفقتك إلا برفقتهم إن شاء الله إن شاء الله. هذه القوى النوعية، هذه القوة النوعية والخاصة من أبطال الجيش الوطني، هم الآن هو عملية إعادة بناء الجيش الوطني وعملية استعادة بناء الجيش، القوات المسلحة اليمنية وقوات الأمن اليمنية على أسس وطنية خالصة. التدريب النوعين، ذرة عرق في الميدان تقي ذرة دم في المعركة. هنا الأبطال، وهنا أيضا أبطال القوات الخاصة، وهذه فرقة الاقتحامات النوعية. الآن العبرة ليست بالكم ولكن بالكيف. ماذا تقولون يا أبطال؟ صنعاء إن شاء الله. إن شاء الله. صنعاء. 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 لن تستمر فرحتهم ولن يطول غيابنا. بالروح بالدم نفديك يا يمن. 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 وهكذا هم العظماء، تبقى ذكراهم خالدة تتعاقبها الأجيال وتأبى نسيانهم الذاكرة، كما أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأما الآن أيها الأحباب، مع بذجع القائد الشهيد عبد الرب الشدادي، يلقيها على مسامعكم الأستاذ عبد الحكيم عبد الرب الشدادي فليتفضل. الحمد لله القائل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحضور جميعا، يعتريني الشموخ وأنا أقف بين أيديكم لألقي هذه الكلمة باعتباري ابن الشهيد القائد عبد الرب الشدادي. ليس رغبة مني في استغلال نضالات الأجداد فيه والإشهادات الغير واقعية للأولاد، وإنما لأني أجد نفسي سليلاً لظالمي تطلب مني توطين نفسي كأبن للشهيد على حمل الكثير من متاعب الكفاح والذي قد تجاوز حدود طاقتي المعتادة. ومن كمال فخر المرء أن يكون خير خلف الخير سلف. فلكم منا نحن أبناء أسرة الشهيد أن نسير على ما سار عليه والدنا رحمه الله.
أيها الحضور الأكارم، نحن أبناء الشهيد القائد عبد الرؤوف الشدادي لا نعتبر هذا الذكرى ذكرى استشهاد الوالد الشهيد فقط، وإنما ذكرى استشهاده هو رفاقه في أمواجه والكفاح، ومن الذين استشهدوا معه أثناء شهادته كأمثال الشيخ منفوذ العرادة والشهيد خالد مقري ربيع والشهيد ومن لحق بعدهم الشهيد الوالد الشيخ سالم قاسم الشدادي ورفاقه الذين طالت أيادي إجرامية إرهابية في عزائنا في شهيدنا. وفرسان كثر لا يسعنا ذكرهم جميعا في هذا المقام، ولكننا لم ننساهم مهما مدى الحياة، فذكر الشهيد يحيى كل أحرار اليمن، لأن أبينا كان لنا في النسب وكان أبل كل مناضلي اليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. والقصد كل القصد منها هو إعلان استمرارنا على نهجية الكفاح والجهاد التي عاشها والدنا في حياته واختتم حياته بالتضحية من أجل إقامتها. وقد تعلمنا من أبينا كل فنيات التضحية والفداء، ولا يمكن أن نندم على نهاية كان والدنا فيها قدوة لكل مناضل جسور في هذا البلد، واستاذ لكل حر في اليمن قضى على نفسه عهد الاستنشاق من عبير التحرر بكل نفسيه تنفسه بحياته، او احتضانه المنيه دون ما تامل او تردد، ان برز من الطغاة والبغاة من يريد استلابها او التحكم بمساراتها. وهذا النهايات لا يعانقها الا عظماء الامم وغادات نهضها القيم والحضاري معا. الحضور جميعا، لن أطيل عليكم في الحديث عن الشهيد الغائب، فمناقب وصفات وسمات الشهيد يعرفها الجميع حتى أعداءه يعرفونها، ولكني سأحاول من خلال خطابي هذا إرسال عدة رسائل. أشعر بأن الأقدار لو كتبت لوالدي أمورا لأرسلها إليكم، وهي كالتالي: الرسالة الأولى، أوجهها للقائد المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله. ومفادها أيها القائد الرئيس، إن أبي واحد من آلاف اليمنيين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله وهذا الوطن الذي أرادوا اليمنيون اتحاديا لا مركزية فيه لسلطة أو ثروة يتساوى فيها كل مواطن ويشارك جميع أبنائها في أحداث التطور والنهضة فيها، كما هي المضامين التي أحتوتها وثيقة الحوار الوطني. وليس لهؤلاء الشهداء منكم إلا الوفاء لدمائهم بعدم التفريط بشيء مما ضحوا بأرواحهم من أجله، والمضي قدم في تحقيق كل الأحلام التي قدموا أرواحهم رخيصة من أجلها دون ما مراعاة المصالح فئوية أو حزبية أو مناطقية أو طبقية أو غير ذلك. وأنت أيها القائد الأمين كما نحسبك ونعتقد ذلك فيك، ولن ترى منا إلا ما يسرك. الرسالة الثانية لقيادات الجيش الوطني، لقد ترك والدي كل أطماع المناصب والمكاسب لأجل هذا الوطن المنهوب والمواطن المغلوب، والكثير منكم قد أصبح خلفا له في الكثير من أعماله التي كان قد شمرها أو كانت كفاءته ومؤهلاته وتأهله للوصول إليها، لكنه ترك كل ذلك ليسلمكم الأمانة، أمانة المؤسسة العسكرية التي شهد اليمنيون بناؤها من الصفر في وقت كان بمعية مجموعة من أبطال اليمن هم العامون الوحيدون لترتيب صفوفها وتوزيع تشكيلاتها بالشكل الذي أصبحتم ترونه اليوم، وأمانة المعركة مع فلول الإمامية والإنقلاب. ورجاؤنا فيكم جميعا بأنكم لن تفرطوا في شيء من ذلك، وفيكم الأهلية التي تواصلون بها السير والوصول إلى خطوط النهاية للمعركة التي ستكون بحكم العالم الجمهوري في جبال مران وسرحان في وقت واحد. الرسالة الثالثة إلى قيادتنا السياسية، ومفادها بأن والدي لم يكن يضع اعتبارا في خوضه للمعارك إلا لجهودكم السياسية التي تعتبر الميدان الآخر في المعركة التي تخوضونها بمعية العسكريين
ورجعنا فيكم ألا تفرطوا بدماء الشهداء بمساومات أو اتفاقيات تكون على حساب الجمهورية ونظام الاتحادي. تحلل الوسط التي يريدها البعض أن تكون مقابل أن يكون طرفا في التقاسم الذي لولا قبول ثوار سبتمبر بها بعد اندلاع ثورة سبتمبر وأكتوبر ما وصلنا إلى اليوم. الرسالة الرابعة إلى تلاميذ والدي الشهيد عبد الله الشدادي، ثقوا أن ثباتكم على ما استشهد من أجله الوالد هو المعول عليه بعد الله سبحانه وتعالى في المعركة، وأن وفاءكم لدم الشهيد ليس بالترحم عليه فقط، وإنما بتحول كل واحد منكم إلى شداد آخر في وجه الإنقلاب. فأنتم لستم جنود الشداد فقط، وإنما أنتم أحفاد تبع وحمير وفرسان وشأوس، ستحققون كل حلم وكل هدف وكل رؤية قدم والد الشهيد من أجلها روحي وحياته. أيها الحضور جميعا، لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا على إحياءكم لهذه الذكرى وحضوركم فيها، والتي تعني كل يوم يغير على أرضه وعرضه. كما أني أخص بالشكر إخواننا في التحالف العربي بقيادة الإمارات العربية السعودية ودولة الإمارات العربية على ما قدموه وبذلوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ صالح الفقيه، هل السرور وغمض الكروان وتساقطت لعناقكم أغصان، وصفت ينابيع المحبة بيننا وفي جمعنا قد بارك الرحمن، فلتمنحينا يا أساور الهنا نغم الهنا ولتذهب الأحزان. إن مر أحدهم يتساءل أيمني أنت؟ فقلت نعم وأفخر للأبد. قال نراك تحب تربة الوطن، قلت اللهم لا حسد. قالوا وبما تفتديها؟ قلت بروحي ومالي وجسدي والولد. قالوا ما تمثل لك اليمن؟ قلت خيبة وأنا وتد. قالوا إذن أسميك الشبل اليماني. قالوا ما تمثل لك اليمن؟ قلت خيمة وأنا وتد. قالوا إذا نسميك الشبل اليماني. قلت لا والله، ما بيننا أشبال، فأصغرنا أسد وأكبرنا يهز بهيبته بلد. كلمة لأحد رفقاء الشهيد وأحد تلامذته العقيد يحيى ناصر البحري فليتبطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ رئيس الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي، الأخ وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد بن سالم بن عبود، الأخوة الأخ قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد حسان، الأخوة القادة قائدة الوحدات العسكرية والأمنية كلا بصفته وعنوانه، الإخوة وكلاء الوزارات والمحافظات، الإخوة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الهامة الوطنية الشامخة الشهيد اللواء الركن عبد الرب الشدادي، تقف الأفكار عاجزة عن التعبير والأقلام عن الكتابة عن هذا البطل الذي كان يمثل مدرسة للأبطال وقدوة للأحرار، وقف كالطود الشامخ مع دينه ووطنه وأبناء شعبه دائما وأبدا، لم يقف يوما في صف الباطل أو نصرة للظالم، لم تغريه المناصب ولا الأموال
ليقف يوما في صفهم مرددا قول الشاعر: ولن أصفق لركب الظلام سأهتف يا فجر ما أجملك. مواقفه تسطر بأحرف من نور في صفحات التاريخ، تلك المواقف الوطنية المشرفة من بداية حياته مرورا بانخراطه في السلك العسكري إلى ثورة 11 من فبراير. وقفت تلك المواقف البطولية عندما جعل من جسده الطاهر مع رفاق دربه درعا حصينا حماية وفداء للأحرار المرابطين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء. ولا تنسى مواقفه عندما قامت مليشيات الحوثي وصالح بالانقلاب على الشرعية الدستورية والسطو على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح، وتهاوت المعسكرات والمدن اليمنية مستسلمة وخاضعة لبطشهم وطيشهم. فكان الملاذ الآمن والحضن الدافي للأحرار من أبناء القوات المسلحة والأمن، مشكلاً اللبنة الأولى للجيش الوطني في مدينة مارب الباسلة، جنباً إلى جنب مع إخوانهم من أبناء المقاومة الشعبية، رافضاً الاستسلام والخضوع لتلك الميليشيات شعاره: ننتصر أو نموت، مؤسساً بذلك الجمهورية الثانية. وكان لنا شرفاً عظيماً لا يضاهي شرف بأن رافقنا هذا البطل ردحاً من الزمن، محاولين التعلم من مدرسته التي كانت تعلم صفات الأبطال وصفات القادة، محاولين التشبه به ممتثلين لقول الشاعر: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. كان في السلم أباً حنوناً وأخا يشد أزرا، ومعلما مربيا موجها ومرشدا وناصحا، وفي المعارك كان كالليث الكاسر لا يكل ولا يمل، لم يستسلم يوما للمصاعب والتحديات، بل كان يتغلب عليها بعزيمته وإرادته، لأنه كان يحمل هما وهمة، عزما وعزيمة، وإصرارا منقطع النظير. آثر الرجال على المال والكد والنصب على الراحة والملذات، جعل النصب عينه إعالة الشرعية الدستورية وإقامة النظام والقانون على أرض هذا الوطن، لينعم أبناءه بالمواطنة المتساوية التي يحلمون بها وقتا طويلا. ووفي لأهداف سبتمبر الميمون ولدماء شهدائه الأبرار بارا بالقسم العسكري الذي قطعه على نفسه، ضحى بكل ما يملك من جهد ووقت ومال لتحقيق هذه الأهداف، وهو يردد قول الشاعر: بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي. فقدم روحه رخيصة لتحيا أمة ويسعد شعب، ليس كمن يقتل شعبا ليحيا فرد، مجسدا قول الشاعر: وقفتم بين موت أو حياة، فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، ومن يسقي ويشرب بالمنايا إذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا، ولا تبنى الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، ففي القتلى لأجيال حياة، وفي الأسرى فداء لهم وعتق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرقة يدق. هكذا هم العظماء يغيروا مجرى التاريخ حتى بعد مماتهم تظل أسماءهم تلمع كالنجوم، ولشهيدنا دورا حيا وميتا. وبرغم فاجعتنا وألمنا بفراقه، إلا أنه أوجد في أنفسنا إصرارا وعزيمة لتحقيق الأهداف التي ضحى بروحه من أجلها، معاهدين الله ثم معاهدينه وجميع الشهداء، إنا على دربهم سائرون حتى نحقق ما كانوا يسعوا لتحقيقه. وكم كنت أتمنى أن تقام هذه الذكرى في غير هذا المكان، ولكن مشيئة الله لها حكمها وإرادتها، وكلنا أملا في قيادتنا السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة،
ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وأيضا في قيادة القوات المسلحة ممثلة برئيسية الأركان العامة اللواء الركن الدكتور طاهر العقيلي، وقادة المناطق العسكرية، وأخص بالذكر قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد حسان جبران، خير خلف لخير سلف، وجميع منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لثقتنا في أنهم سيسيرون على ما سار عليه شهيدنا حتى يكتملوا ما بدأ وقام به رحمة الله عليه، ونرى جميعا علم الجمهورية يرفرف خفاقا على كل شبر من أرض اليمن، على كل شبر من أرض هذا الوطن. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والمجد والخلود لليمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السالك دربا ما سلك، نم ولا نامت مآقي قاتلك، تاجك الشعب ونعلاك العدا، وعلى الأصنام سيما معورك، وبوجه الذل عزا قلتها، أنا عبد الرب لا عبد الملك. رحم الله القائد الشدادي رحمة واسعة، لقد كان مدرسة في الانضباط والعزيمة والهمة والصدق والأمانة والوضوح، لم يكن يعرف الابتسامات الصفراء ولا صرف الوعود الجوفاء. وهكذا هم العظماء، تبقى ذكراهم خالدة تتعاقبها الأجيال وتأبى نسيانهم الذاكرة، كما أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأما الآن أيها الأحباب، مع قصيدة شعرية ومع الشاعر عبد الله الشامي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه القصيدة صفحات من حياة الشهيد اللواء الركن عبد الرب الشدادي، سطرتها من صميم القلب، فاسمعوها. ها هنا منار مد تليه، رافع الهام في شموخ فريد، تعتلي عرشه النجوم العوالي باسمات بنورها في الوجود، من تراب لكنها قد تسامت في علاها لهام سعد السعود، أنفت عن ارتهان لوحل وخنوع، فسارعت في صعود، فكبار النفوس تبقى كباراً وصغار النفوس رهن الركود، حاولت شمس النهار مراراً أن تحاكي وكثفت بجهودي، ثم عادت وقد أقرت بعجز عن علا المجد في بلاد جدودي. حاولت شمس النهار مراراً أن تحاكي وكثفت بجهودي، ثم عادت وقد أقرت بعجز عن علا المجد في بلاد جدودي، همم لا منتهى لسناها، فاسمعوها بنبرتي وقصيدي. بزمان مجرد من صفات كان صفوا لمارق وبليدي، كان عبد الجحيم يزرع إفكا فارسيا بأثرة وصدود، ويمني أذنابه بأمان كاذبات مجاوزا للحدود، ليحاكي إمامة وعصورا حالكات من الضلال البعيد، ينبش البغضاء نبشا خسيسا وشعار الخبيث موت اليهود، كان يرجو تحققا لمناه دولة بين سيد وعبيد.
كان يرجو تحققا لمناه دولة بين سيد وعبيد، باعه الشعب والبلاد غراب فاسد النفس ناكث للعهود، وأراد إلباس شعبي ذلا وهوانا، فيا لطبع حقود ألبس الجيش برقعا وزنارا، ورموه إلى عصور الجليد حرسا كان إنما ملكيا لدعي المجوس ذيل القرود. حرسا كان إنما ملكيا لدعي المجوس ذيل القرود، زعموا حربهم على أمريكا في بلادي بحاضر والبيد. أين أمريكا وأين يهود وطني؟ أين أمريكا وأين يهود؟ ما سمعنا كإفكهم في ثمود. عمهوا بجهلهم حين ظنوا وطني الحر قد خلا من أسودي. عمهوا بجهلهم حين ظنوا وطني الحر قد خلا من أسودي، فبدا عبد ربه الشداد علما عز في دروب الصمود. فبدا عبد ربه الشداد علما عز في دروب الصمود. مأربي الجنان صلب جسور كعصي الحديد والجلمود، أوعد البغي موفيا مقداما وقليل هم أوفياء الوعيد، أن سيسقى بمأرب كأس حتف وسقاه مرارها كالصديد. قائد الحرب والسلام لواء، قائد الحرب والسلام لواء قردعي زبيري فكر سديد، كان غيثا سقى البلاد وليثا فل جمع العدا ببأس شديد، قالها لا موقنا بانتصار لن تذل الأسود للرعديد، لن تباح البلاد ما دمت حيا، جهزوا مدفعي وهاتوا بنودي، مستمدا من شمس أيلول نورا ناثرا لعزمه في الجنود، وبنى للدولة اليتيمة جيشا قد ترامى في عدة وعديد، ورمى اليأس جانبا وتفانى لرضا الله غاية المقصود. أمة أنت يا حفيد أويس كالمثنى وخالد بن الوليد. أمة أنت يا حفيد أويس كالمثنى وخالد بن الوليد، أشعري برحمة وحكيم عبقري أعدت ذكر الرشيد، ما بدا عنك بين قوم خلاف في مدى همة وذكر حميد، صحت كلا أيعبثون بديني وبقومي وأكتفي بقعودي، لا وحق من قد برانا بل نزال وقاصف كالرعود، لا وربي فما أطيق اصطبارا وسأرمي من الجحيم ردودي. لا وربي فما أطيق اصطبارا وسأرمي من الجحيم ردودي، أنا ممن بهم تأذن ربي أن يسوم العذاب كل عنيدي، أنا نور وبلسم وهواء ببلادي لكل طفل شريدي، أنا روح أبية لا تبالي بالمنايا وقد عقدت عهودي، قدر الله مصحف وحسام وجبين معفر للودود، أنا مزن من العطاء وروحي بعتها الله راجيا للخلود، أنا عبد طاقاته من يقين إن نور اليقين خير الوقود، أنا نفط على الدعي وثأر لحم الله من عبيد العبيد، أنا نار تذيب كل كذوب وتنادي أبعده من مزيدي، أنا حق وهم بواطن زور أهل فسق وقصعة وثريد، لا تقولوا أنا حق وهم بواطن زور أهل فسق وقصعة وثريد، لا تقولوا أحبتي قد فقدنا فلقائي
بخالقي يوم عيدي، بل تغنوا بكل لحن كفاح، إن لحن الجهاد أحلى نشيدي. أنا نسر للفاتحين حفيد، فسلوا الدهر ما بدا من حفيدي. أيها النسر إن نفسي فداء لحبيب نأى وقرم جديد. ما نسينا دروب عز مهدتم، وجهادا بعزمك المحمود. حاضر أنت في ضمائر قومي، وستبقى بالصفر نصر مجيد. ما نسينا دما تدفق زاك بثرانا، أذاب كل القيود. صانعا إلى الكرامة نهجا، فلق الصخر في ثنايا الوجود. أنت حي بأرضنا وقلوب ليس ترضى بعيش ذل زهيد. أنت عمر وطاهر وعلي، كلنا أنت في النضال العتيد. أنت عمر وطاهر وعلي، كلنا أنت في النضال العتيد. قد قطعنا لأجل ذلك عهداً أحمدياً يفيق كل شرود. نم قريراً ما ضاع منك كفاح، هو باق بأفقنا الممدود. أنت تاريخ وهمة وشموخ وصمود يفل صلب الحديد. سوف نمضي نغذ سيراً حثيثاً بخطاكم ليومنا المشهود. نفتح الأرض والقلوب جميعاً، نحن رغم لمنخر النمرود. عشت حراً ومت حراً شهيداً، وأعالي الجنان مثوى الشهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر ما قدمته قريحة الشاعر الأستاذ عبد الله الشامي، وكأن لسان حاله يقول لنا: عجب الجمهور من نظمي وشعري، غير أني لست وحدي، لست وحدي، فملايين النجوم في السماء الرحب تجري وتحوم. لست وحدي، قافيتي تمشي معي أنا مشيت، وتعزيني إذا يوما بكيت. تفتح الدرب أمامي، ينجلي عني ظلامي، لأرى الليل نهارا. ريبورتاج عن حياة الشهيد. نحن سنضحي من أجل إخواننا في صنعاء، ومن أجل إخواننا في الجمهورية اليمنية بشكل عام، ويجب عليهم أن يصبروا وأن يطمئنوا وأن لا يقلقوا أبدا. نحن بإذن الله واصلون وقادمون بإذن الله، ولا يقلقوا، لكن الحرب هذه طبيعتها. واثقون سنصل وسنحسم بإذن الله. سنحسم بإذن الله. عبد ربه الشدادي الاسم الذي زرع في اليمن فكرة المقاومة، وأسس مع رفاقه العسكريين جيش وطني على هذه الصحراء، ثم تقدم المعركة مزهوًا وعلى كتفيه يربت اليمن الكبير. لم يفارق الشدادي جنوده لحظة واحدة، ولم يذهب للاسترخاء كغيره من القادة العسكريين. ظل شامخًا هنا، ولسان حاله يقول: ننتصر أو نموت، ليس في سبيل السلطة، ولكن في سبيل البلاد التي ابتلعتها الميليشيا وهدتها. وثقت الصورة حضوره في تلال مأرب وصحرائها، لم يلتفت لعدسات الكاميرا إلا ليقول ما قاله درويش: لم ننتصر لنموت، ولن ننكسر لنعيش. فمن قلب المؤسسة العسكرية خرج هذا القائد نقيا، حاملا على كتفه نياشين الشرف والضمير، ليتوج حياته العسكرية بشعلة الميت. الرحيل المر هو رحيلك أنت أيها القائد الشهيد عبد الرب الشدادي. عام على رحيلك أيها القائد الجسور والقدوة المغوار. عام من الغياب الذي لم يكن متوقعا ولا مرغوبا لدى أحد من كل أحرار العالم. عام غابت فيه صهواتك وأصواتك وخلواتك وهمساتك وزمجراتك التي كانت تفتت الشوامخ وتجعلها تتساقط بين أقدام وثبتك. نعم، إنه العام الذي غاب فيه كل شيء منك، وكنت حاضرا في كل لحظاته. نعم، لقد أصبحت حاضرا في كل لحظات التاريخ وفي كل صفحاته.
حاضرا في كل مفردات الافتخار وسلوكيات الاقتداء. هنا وفي هذا المكان كان مكتب اللواء الشهيد عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة رحمة الله عليه. هنا كان مكتبه بالقرب من خطوط النار، وهو مكان استشهاده. بعد استشهاده بكت عليه ظلمة الليل وضوء النهار، نشعر أنه تحن إليه المدافع وتحن إليه المواقع، يحن إليه الشجر ويحن إليه الحجر. تلك الجبال الشوامخ هيلان، جبال المخدرة وصرواح التي كنت تطأها بقدميك لا تزال أنت أيها القائد متواجد فيها. فروسيتك، بطولاتك، إقدامك، صمودك، إصرارك، ثباتك، رباطة جأشك، حنكتك، إقبالك، كل ذلك حاضر في كل قلب وصمود وثبات جنودك الذين تتلمذ فروسيتهم على يدي إقدامك الذي لا يخشى من مصير. يا طارق واحد، يا طارق واحد، حرك الكتيبة بسرعة. صحيح أن رحيلك أيها القائد مر على كل حر في هذا العالم والزمن الممتلئ بالانحناء، والذي كنت رمزا للأنفة ومنارا للإباء فيه، ولم يكن ثمة شموخ فيه إلا لوثباتك وجنودك الأشاوس. لكنك قبل الرحيل قد مزجت مرارته بعسلك المصفى بالتضحية والفداء، فأنتجت بذلك من بين جنودك ومحبيك شداديون كثر تمكنوا من صد الزحف للعدو وكسر أجنحة الجموح لديه، ولا يزالون على عهودهم التي قطعوها لك ثابتين. أيها القائد، رفاقك يأخذهم الحياء في لحظة شعور يتصورونك فيها ترقبهم من هناك من عليين، تنظر لسكونهم وركود الجبهة التي كنت القائد فيها والمقدام الوحيد. يخطف جنودك الخجل حينما يتخيلون ذلك، لأن هيبة بروزك لم تغب عنهم بلحظة وثوب أو بروز، ويعتذرون لأنفسهم باعتبارهم لذلك السكون نوع من أطياف الحداد الذي يعيشونه كجند فقدوا خير قائد في أبأس زمن. احنا جميعا يعني عقيدتنا كيف نحمي بلدنا، كيف نحافظ على الأمن والاستقرار، كيف نحافظ على النظام والقانون ودستور الجمهورية اليمنية. وفي ذكرى رحيلك أيها القائد الشهيد تعصف بكل من قاتل إلى جوارك الذكريات، وتأخذ رفاقك إلى عالم الصدام الذي كانوا يحدثونه لوئامك، يتذكرون فيها كل شيء: مبادئك، قيمك، أخلاقك، نبلك، تواضعك، فروسيتك، إقدامك، بسالتك. يتذكرون ذلك فيعيشون ألما لفقدهم إياك، وندامة لركودهم على ما حققته من إنجازات في ميدان العسكرية والحرب، فلا يزالون يتذكرون كل ذلك. أيها الشداديون أفيقوا، فالشدادي لم يغب، إنه يقود إقدامكم من هناك من جوار النبي في عليين، ويقول لكم: الشدادي لم تكن عسكريته جسدا ستصاب بالذبول، وإنما الشدادي إقدام لا يمكن أن يعتري سطوعه الأفول، والشدادي قيم لا بد لها يوما أن تجول، والشدادي مدرسة نضال في كل قلب جندي من جنوده تزمجر في اليمن عرضا وطول،
والشدادي شدة تشد أعضاء كل من قرر منكم أن يكون نسخة منه قائم بالحق ولأجله يحارب ويصول. فانفروا، فهو الآن يتابع استكمالكم للتحرير والنصر ليكتمل شروق ابتسامته فحققوه، لتكتمل فرحته باستشهاده بزغاريد انتصاركم المؤزر العظيم. اخواتي في الله لا تظهر الوان، واصبروا في طاعة الله يا اخواني. اخواتي في الله لا تظهر الوان، واصبروا في طاعة الله يا اخواني. بالمكاره والتعب حفة الجنة، من صبر يسكن مع حور الاعيان. لو اجتمع اليمنيون جميعا في تجمعات ميليشاوية أو قبلية فلا يمكن أن نستقر ولا يمكن أن نصنع دولة، إلا إذا كان هناك جيش وطني، جيش بمعنى جيش، لا يتبع حزب ولا يتبع قبيلة ولا مذهب ولا يتبع أحدا، لا يتبع إلا عقيدته ثم وطنه. هكذا قال الفريق الركن القائد عبد الرب الشدادي رحمه الله بالنص. هكذا قال بالنص وهو يخاطب الضباط والقادة والجنود ويخاطبنا جميعا. لذلك نحن عندما نرى العجزة والفشلة والفسدة أيا كانوا نتذكر الشدادي رحمه الله ونترحم عليه، فبضدها تتميز الأشياء. وعندما نرى الشرفاء الأقوياء الأمناء نتذكر الشدادي أيضا ونترحم عليه، فالشيء بالشيء يذكر. هكذا هي فطرتنا أيها الأحبة، نريد القوي الأمين، لا نريد نزيها ضعيفا ولا قويا فاسدا. لا نريد نزيها ضعيفا ولا قويا فاسدا، بل إن تلك أيها الأحباب هي إرادة الله التي ارتضاها لنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومع كلمة الجيش الوطني يلقيها اللواء أحمد حسان جبران قائد المنطقة العسكرية الثالثة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ رئيس الأركان، الأخ وكيل محافظة مأرب، الأخ وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأخ وكيل وزارة الداخلية، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية تحية إجلال وإكبار لكل الأبطال المرابطون في الثغور والجبهات، الصامدون في وجه الانقلاب. الحضور الأكارم من قيادات عسكرية ومدنية، حياكم الله جميعاً، ونحن اليوم نعيش الذكرى الأولى العظيمة والخالدة لسيف سبأ المسلول الشهيد الفريق القائد الركن عبد الرب الشدادي رحمه الله. تأتي هذه الذكرى وما زالت فواتير النضال في تقدم، قوافل الشهداء والجرحى في مختلف الجبهات من أجل استعادة هذا الوطن المغتصب من قبل فاشية العصر ميليشيا الحوثي صالح. لقد مثل رحيل الشدادي الذي يعد أحد أبرز القيادات العسكرية المعروفة بالشجاعة والتضحية الوطنية التي انحازت للشعب والجمهورية والثورة منذ التحاقه بالسلك العسكري، خسارة كبيرة بحجم الوطن. اختار الشهيد عبد الرب الشدادي الجندية طريقا لخدمة وطنه، فقد كان سباقا للالتحاق الى صفوف الثورة الشعبية السلمية 11 فبراير 2011، حيث كان له دورا كبيرا في حماية المتظاهرين في ساحات التغيير صنعاء، وهو الموقف الذي أثبت شجاعته ضمن قلة قليلة
من الضباط اليمنيين الأحرار الذين صدروا تاريخهم الوطني من خلال انحيازهم للخيارات الوطنية. ومنذ انقلاب الحوثيين على الدولة أواخر سبتمبر 2014 وقف اللواء عبد الرب الشدادي ضد الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثي صالح رافضاً التسليم لها، وظل حتى تعيينه بمنصب في قيادة المنطقة العسكرية الثالثة يقود المعارك حتى تحرير مارب التي لم يبقى منها سوى صرواح، حيث واصل قيادة معارك تحريرها إلى أن استشهد يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016. إن الوطن خسر قائداً استثنائياً لا يتكرر في الأخلاق والتواضع والإقدام والشجاعة والحنكة القيادية. لقد كان نموذجاً قيادياً فريداً وقائداً قوياً مخلصاً لوطنه، وأنه استشهد وهو يقود معارك النصر المبين بصرواح مارب الأبية ويخوضها بمقدمة الصفوف المقاتلين، ولقي الشهادة التي كان يتمناها بكل شجاعة وإقدام وسعي وإيمان صادق لنيلها بعد أن أعاد تجهيز وبناء وتسليح قوات المنطقة العسكرية الثالثة التي قال أنه دخلها والإنقلابيين متواجدين على كل شبر بعاصمة مارب ويقصفون المدينة بمختلف الأسلحة الثقيلة، وتمكن من تحرير مارب وتلقين الإنقلابيين شر الهزائم ومرغ أنوفهم بالتراب. وقد قال قولته المشهورة: لن أغادر ساحة الوغاء إلا شهيداً أو فاتحاً، فأكرمه المولى سبحانه وتعالى بالشهادة قبل الفتح. وكان شعاره هو قائد المنطقة إنه يجب أن يصل إلى أينما يصل أول جندي من جنوده ويقاتل في الصفوف الأمامية مع جنوده غير آبه بالموت. قائد عادل زاهد ورع صمم على القتال مهما كانت الخسائر ليقين أن مقاتلتهم لا إن من يقاتلهم لا يأبهون بكرامة الناس وشرفهم، بل يعملون على هتك الأعراض وفعل المنكرات والجرائم. عمل على استعادة جاهزية الوحدات العسكرية ومدها بالمقاتلين والسلاح، أشرف ووجه تنظيمها وتدريبها واستعادة كفاءتها وأدخلها في المعارك بشكل منظم، وكان لها أن حققت انتصارات جمة لم يكن بمقدور أي منطقة أخرى بلوغ درجة الجاهزية التي وصلت إليها المنطقة العسكرية الثالثة. كان له الدور العظيم والمشرف في حشد المقاومة الوطنية إلى جانب الجيش الوطني عمليات تحرير مارب، وكان نبراساً نسترشد به ونهتدي به إلى دروب النصر في أحلك الظروف وأسوأها قتامةً. وفي الختام أقول بمناسبة هذه الذكرى الخالدة: نعاهد الله والوطن بأننا سنمضي على خط الشهيد وأهدافه، وأن دمه سيكون إن شاء الله قوداً لإنهاء الانقلاب ودحره، ونؤكد إننا سنقوم بما يمليه علينا الواجب الوطني والشرف العسكري ونداء الواجب والالتزام بالقسم العسكري، وأننا عازمون على تطهير كامل التراب الوطني وبسط الأمن والاستقرار في ربوع اليمن ورفع الظلم عن اليمنيين وإطلاق المختطفين للميليشيات الإنقلابية وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي، وندعو أبناء القوات المسلحة والأمن المغرر بهم والذين لا زالوا يتلقون توجيهاتهم من الميليشيات الإنقلابية إلى الانضمام إلى صفوف الشرعية، وأنها الفرصة الأخيرة المتاحة أمامهم للانضمام قبل فوات الأوان، وأن يقدموا مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة والشخصية. رسالة شكر وعرفان لقوات التحالف العربي لوقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة الإنقلابيين المتمثلة بالحوثي وصالح وفي التصدي للمشروع الإيراني. تحية عسكرية وتمام جمهوريتك أيها السبأ العظيم، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء للجرحى ولا نامت عين الجبناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لقائد المنطقة العسكرية اللواء الركن أحمد حسان جبران، خير خلف لخير سلف إن شاء الله. أيها الأحباب، تمر علينا ذكرى الفريق اللواء الشدادي رحمه الله الذي استشهد في ذات صباح وطني جمهوري
على جبال سرواح وهو يدفع عنا مخلفات الاستعمار والاستبداد. تمر علينا هذه الذكرى ونحن على أبواب ذكرى ثورة 14 من أكتوبر الذي استشهد فيها لبوزة في ذات صباح وطني جمهوري على جبال ردفان. وهو يدافع عن الوطن من الاستعمار ذاته. وكما أننا سنحتفل بعد أيام بثورة 14 من أكتوبر الذي انتصرت على الاستعمار، سنحتفل بإذن الله عما قريب بذكرى انتصار الشعب اليمني على مخلفات الاستعمار الذي ضحى من أجلها قائدنا الشدادي رحمه الله. ولا مجال أمام القادة الذين عاهدوا الله ثم عاهدوا الشدادي ثم عاهدوا شعبهم، لا مجال أمامهم إلا النصر. ويختلف الزمان والمكان، إلا أن الاستعمار وأدواته ملة واحدة، والحرية والكرامة وأهلها ملة واحدة. وأما الآن أيها الأحباب، مع وصلة إنشادية ومع فرقة الإنشاد فليتفضلوا.
في حب اليمن الجمهوري ثار وهاب. عبد الرب عبد الرب ابن الشداد عبد الرب عبد الرب في حب اليمن الجمهوري ثار وهاب. عبد الرب يلي بلادك ومحبتها نبض فؤادك بلادك يا ابن بلادي شد زنادك على غربك يا ابن الشداد للشعر حبك وسبك وإحساس وإبداع، وكل شاعر يظهر بأسلوبه، به شاعر في الشعر هايم وملتاع، وبه شاعر ينفح بريح العروبة، ومجيب صيته في الملايا بشر ذاع، شاعر وللمعنى يسوق العذوبة. قصيدة شعرية للشاعر المتألق مجيب الرحمن غنيم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خمس أبيات قبل القصيدة، تحمي الجهو كلها شدادي. اليوم ذكرى غالية مشهورة، ذكرى رحيل القائد شدادي. إذا مدحته ما مدحته خوره، الكل يعرف من هو شدادي. إذا ذكرت الحرية والثورة طوال يذكر سيرة حين اذكر الثوار. إذا ذكرت الحرية والثورة طوال يذكر سيرة شدادي حين اذكر الثوار. أول صورة بعد الزميري صورة شدادي. القادة اللي تعتبر أسطورة كثير بس سوى لهم شدادي. ذي ولد الحملة وهي معصورة واثبت وفائه الأخوال شدادي. ذي عاد سبتمبر ورجع نوره ودافع عن أهدافه وال جمهوريتنا الثانية والثورة كان المؤسس حقها كل الحوافش لا تكون مسرورة جدا بموت القائد لا غاب عنا الصوت ولا الصورة ما غاب عنا مبدأ شدادي. لا مات لا غاب عنا الصوت ولا الصورة ما غاب عنا مبدأ الشدادي. لا مات شدادي في طابوره وفي تلاميذه ميت شدادي. أبناء عبد الرب أدوا دوره وإحنا معاهم كلنا شدادي. اهتف بطول الصوت يا جمهور لله جر القايد به ناس تعرف منو من دون ما تسأل به ناس تعرف منو من دون ما تسأل. مهما يطول الزمن ما تستطيع تنساه. أمثال أبو سيف عبد الرب هل يعقل من قال ما يستطيع ينساه أنا أتحداه. أمثال أبو سيف عبد الرب هل يعقل من قال ما يستطيع ينساه أنا أتحداه. ألمنت في الزور في سروة في كوفل في السد في الفاو في يمنى في يسرى في المس في الطوعة الحمراء وفي مدغل في ناس قمة جبل هيلان ما تلقاه. في ناس قمة جبل هيلان ما تلقاه. لا زالت الناس لا للحين تخيل كأنه حي مرة صورته حية. لا زالت الناس لا للحين تخيل كأنه حي مرة صورته حية. هو الذي كلمته لا قال ما يفعل
هو الذي لا دعا داع الوطن لباه، هو الذي كان ما يرضى ولا يقبل بالظلم ولا يرى المنكر ولا ينهى، في المدرسة دائما ترتيبها الأول والمعركة كان الأول، ما حدا تعداه، قايد قايد إذا حم، في المدرسة دائما ترتيبها الأول والمعركة كان الأول ما حدا تعداه، قايد إذا حم يوم الجن قال الشلي طاير الجن من داخل بطون عداه، يمشي يمشي ونار يمشي ويقدم ونار المعركة تشعل ويشاهد الموت قدامه ولا يخشاه، إذا وصل عنده الجندي وهو ديزل خلاه بترو لا شاف البلد حمى، إذا وصل عنده الجندي وهو ديزل خلاه بترو لا شاف البلد حمى، يحن قبل الجنود لا ما الجنود تخجل وتقول ما بينها والبين يا عيباه، هو طالع يطلع والناس نازل المنزل، القوم تحت الجبل تسعى وهو أعلى، أن ما خرج راس حوثي رجعه مدخل، وأن ما ارتفع راس واحد منهم والله أسقى الزنابيل في صلواح موتت، والقد كان عبد الملك في الليل يتراياه، طالع يطلع والناس نازل المنزل، القوم تحت الجبل تسعى وهو بأعلاه، أن ما خرج راس حوثي رجعه مدخل، وأن ما ارتفع راس واحد منهم وطاه أسقى الزنابيل في صلواح متزول، قد كان عبد الملك في الليل يتراياه، كان الحوافيش لقى الشاهد وهقبل يصيح والكل عبد الرب يا جناه، ما هم نفسه وروحه ما حصل يخسر، ما هم نفسه وروحه ما حصل يحصل، دمه ونفسه وروحه باعهن لله، ما كان يبحث ولا للجاه كان يعمل، لأنه كان ذا منصب وصاحب جاه، رغم أن قد كل شيء قدامه تسهل، ما قره المال ولا قرته دنياه، ما كان ينصب على الجندي ويتحيل، عامل جنوده كأنهم رفقته وابناه، أكبر همومه بنا حاضر ومستقبل، أكبر همومه بنا حاضر ومستقبل، وانقاد شعب اليمن من هذه المأساة، شعار أبو سيف في ثنتين يتمثل يا نصر ولا شهادة في سبيل الله. عبده تمنى ورب العرش ما يبخل، من كان مخلص وصادق نال ما تمناه، أظن لو عاده حي إن قد كمل، وقد خلصنا من الحوثي ومن بلوى. أظن لو عاده حي إن قد كمل وقد خلصنا من الحوثي ومن بلواه، سبتمبر إحنا احتفلنا الشهر ذي قتل، وأكتوبر الآن لازلنا بنستنى، ومن حب أبو سيف للآخر وللأول ما بين هذا وهذا وافقت ذكرى، ومن حب أبو سيف للآخر وللأول ما بين هذا وهذا وافق الذكرى، يا قادة الشرعية لنتو تريدوا حل، يا قادة الشرعية لنتو تريدوا حل، شوفوا لنا مثل عبد الرب يا من عاه، يا قادة الشرعية لنتو تريدوا حل، شوفوا لنا مثل عبد الرب يا من عاه، ما هوش بالشكل والصورة نريده، بل في القول والفعل في رأسه وفي مبدأ قايد يهمه وطن، قايد يهمه وطن ما همه الماكل، يعطي بلاده ولا يقلق على معطاه، قايد إذا القوم حنبت قال وتدخل، انشي مريض أسعفه وانشي جريح داوى، بعض القيادات حتى العسكري قد مل من حين تعين إلى الحين ما قدره، لا 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 زالهم بعض القيادات حتى العسكري قد مل من حين تعين إلى الحين ما قدره، لا زالهم زالهم
مسا معاهم يوم لا مسا. هو جيد هو جيد من حين تعين إلى الحين ما قدره ولا لا زالهم جالهم ساعة ويتوكل ولا قد مسا معاهم يوم لا مسا. هو جيد لكن ما يقدر شي يتحمل لا حمية الشمس عطف ما نجد نلفا والعفو لا حد زعل مشتيش حد يزعل. هذا الكلام هذا الكلام عام ندخل فيه أنا وياه لا بد ما نشتحط كلاتنا ونظل نحقق أهداف سبتمبر ونتبناه ومخرجات الحوار لا بد تستكمل والانقلاب ينتهي ويعود لا منفاه. حكم الخميني وحكم الشاه باير حل ولا ذبحنا عبتهم مثل ذبح الشاه. حكم الخميني وحكم الشاه باير حل ولا ذبحنا عبتهم مثل ذبح الشاه. أهم شيء دلب عبد الرب يتواصل أسأل من الله يجعل جنته مثواه والختم صليت ما مزن السماء همشل على نبي الهدى دين اهتدي بهداه. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لشاعرنا الكبير الأستاذ مجيب الرحمن غنيم. إننا أيها القادة وأيها الأبطال وأيها الأحرار جميعا نثق بكم وأنكم تدركون حجم المعاناة التي كانت سببا لنضال الشدادي ولفاق دربه في ذلك النضال. إننا ندرك أنكم على مستوى الحدث والمسؤولية التي تقتضيها المرحلة هناك شهداء خلفوا أسر تعاني، هناك مختطفون يلقون صروف التعذيب الجسدي والنفسي وخلفهم أسر أيضا تعاني، هناك جرحى يئنون، هناك نازحون فقدوا مصالحهم ووظائفهم وأعمالهم يواجهون الانقلاب في الجبهات ويواجهون الظروف الصعبة في حياتهم اليومية. هناك استهداف ممنهج لبلدنا أبعد من الجانب السياسي بكثير، هناك استهداف لعقيدة الوطن وهويته وثقافته وتاريخه وحضارته وفي كل شيء يرتبط فيه. كل ذلك هو ما ناضل من أجله القائد الشدادي رحمه الله ثم رحل إلى الله ورماها جميعا في أعناقكم أيها القادة وفي أعناقنا جميعا، وكلنا ثقة أنكم على العهد والوعد وعند مستوى المسؤولية. وأما الآن أيها الأحباب مع كلمة السلطة المحلية لمحافظة مأرب ومع الوكيل عبد الرب مفتاح فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الأخ محافظ محافظة البيضاء، الأخ وكيل وزارة الداخلية، الأخ وكيل وزارة الشباب والرياضة، الأخ قائد المنطقة العسكرية الثالثة، الأخوة قادة الألوية، الأخوة قادة المقاومة، الأخوة مشايخ وأعيان الجمهورية، الأخوة وكلاء المحافظة وكلاء المحافظات، الأخوة كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمر اليوم ذكرى استشهاد القائد الفريق عبد الرب الشدادي، وهي تأتي بين ذكرى 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. هذه الذكرى تمر وشعبنا وجيشنا الوطني قد حقق منجزات كثيرة، وهذا إن أتى ويأتي بفضل دماء الشهداء وعلى رأسهم الشهيد عبد الرب الشدادي. هذا الوجود وجود دماء الشهداء التي أوصلت اليوم الجيش الوطني على مشارف صنعاء، وبإذن الله عز وجل سيتذهب الميليشيات الانقلابية في صنعاء إلى مزبلة التاريخ، وهذا بفضل دماء الشهداء وعلى رأسهم القائد عبد الرب الشدادي.
مهما تكلمنا ومهما خطبنا ومهما قلنا لن نستطيع أن نوفي شهداءنا وعلى رأسهم الشهيد عبد الرب الشدادي ورفاقه ما قدموه. قدموا دماءهم فداء لهذا الوطن، لكن الوفاء هو السير على ما رسموه لنا على منهج الشهداء وقادة الألوية. اليوم على عاتقنا هموم كثيرة، هموم الوطن. الوطن بحاجة إليكم أيها الشجعان القادة، يا من أوكلت لكم إليكم المهمة. أبناء الشعب اليمني ينتظروا لكم في هذه اللحظات، وها هي الميليشيات الانقلابية في الرمق الأخير، وما تريد منا إلا إعادة النظر في الخطط والأهداف والمضي قدما على أهداف الشهداء، شهداء الوطن، شهداء ثورة 26 سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. يتقدمهم الشهيد عبد الرب الشدادي. هذه الدماء هي أمانة في أعناقنا، وعلينا أن ندي ونسير على النهج الذي رسموه حتى نخلص وطننا من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه من هذه الميليشيات المقتصبة التي هي دخيلة على وطننا وعلى قيمنا وعلى عقيدتنا، فستذهب إلى مزبلة التاريخ قريبا إن شاء الله. إلا أن أشكر دول التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أتت من أجل نجدة أخوانهم وأشقائهم والقضاء على هذه الميليشيات الدخيلة التي أتت من قم من إيران. وطننا اليوم بحاجة أكثر إلى التلاحم من أجل أن ندفع الفاتورة التي ينشدها كل يمني من أجل العدل والمساواة والوطن والاتحاد إن شاء الله. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والمجد والخلود لوطن الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، يهديك شعري أجدل القيفان، لنك معاني المجد وانت الإفادة، قائد محنك فذ في الميدان، منك تعلمنا فنون القيادة، أفعال لك خطت لنا عنوان، تسعى بمارب لا مصاف الريادة، ربان وانت أهل العلا ربان، تحية الجمهور لك يا مفتاح عبد ربه. الوطن ذاك العشق الذي لا ينتهي، ما أروعه لفظا وما أسماه معنى، وما أغلاه عشقا وأرضا وإنسانا، حتى إن كثرت جروحه وإن شحت مصادره فهو يفيض عزة وكرامة، هو الباقي ونحن الراحلون. اللهم احفظ اليمن وأهله، دمتم والوطن بخير وصحة وسعادة. حفلنا الكريم، نصل وإياكم إلى ختام حفلنا هذا، ومع السلام الجمهوري. فابتدي أياتها الدنيا نشيدي، فابتدي وأعيدي وأعيدي، فاذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. رددي اياتها الدنيا نشيدي، رددي اياتها الدنيا نشيدي، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملا نفسي، انت عهد عالق في كل ذمه،
في قتلت كل كلمة. أمتي أمتي إن حين البأس يا مصدر بأسي فكريني لك يا أكرام أمة. عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي يمنيا.